Стиль. يعني
تي سمول اللي هي التايم نفسه ناقص تي كابيتال اللي هي التايم كونستانت تي ناقص تي زائد تي اللي هي التايم كونستانت في الاي اس سالب واحد على تي في تي واحد على تي بالنسبه لي التايم كونستانت قلنا الاثنين وده باتنين وده باتنين فترة عامل نفس الجدول ده عندي بصفر اثنين واربعة وستة وثمانية وعشرة هيطلع لك فيهم تحسب فيهم المعادلة ودي عندك المشاكل بتاعك عامل كده ومفروض ان الزوز تاكل كده وتنسى ان هم بينهم اثنين اللي هي بتاعت ده بالنسبه للمسائل السكند اوردر في مسائل تانية كتير بشكل تاني بشكل متخلف شويه او مختلف شدوا قوي This is
ده اللي فك الحاجات دي كلها وتطلع ايه؟ كويس. واخد الواحد على الاس هي دي الار دي اللي انا بقول لك لما تخلي يونت ستيب وتشيل الجزء بتاع على اس يبقى عندي ان السي اس على الار اس اللي هي الترانسفير فانكشن اللي هو عاوزها عباره عن اصلا ضرب الكلام الكود ده اللي هو اس 60 كلام في الجهه اس سكوير زائد 600 زائد 70 اس زائد ادي 2 من 10 اس سكوير زائد اس زائد 1 من 10 2 ناقص 2 ناقص 2 ناقص 1 من 2 من 10 اس سكوير ناقص 1 75 يا جدعان 72 واحد وربع واحد وربع ولا واحد من 10 بس مش خلاص هي 72 اس على الاس زائد 60 الاس زائد 10 بس احنا كده لو جمعت ادي واحد اس سكوير اس سكوير عشان كل واحد من 10 وعندي هنا 70 ناقص 72 ناقص 72 سالب 2 وهنا كام 2 هيتشيل هيتشيل يبقى عندي ايه؟ يفضل عندي سي و اس على ار اس هتساوي 600 على اس 60 اس زائد 10 تمام؟ طب لو طلب منك ما اعرفش ما عندوش كمان كامل صح كده عادي يا باشمهندس ما نوراش حاجه بس قدر الجزء ده احنا مش عايزين مسائل ولا مره اللي كانت المره دي هو جاي من امتحان عليه مسائل فيرست اوردر الاثنين يعني كانت الفكره دي وصلت جايب لهم نفس الاثنين عشان تدينا الايرور عشان تجيب لهم مسائل في الامتحان ده هي شرحت النهارده الرود لوكس وليه ايرور خلصته خلصت الخمس ادتنا خلصت لا خلصت الايرور وبدات في النوم خلصت هي المحاضره بتاعتي يوم الخميس زياده ادتنا فيها اللي هي الاستديو اه الايرور بعد كده المره دي هننزل عليها كمان سيكشن ان شاء الله اه ان شاء الله واعتقد الاسبوع الجاي بعد دروس كتير ان شاء الله تنزل اه انا مش فاكر انا كنت عايز اشوف بتاع اي حد تاني ولا ايه تعالى ننزل ميشن على شيت ده كده ما بقى ماشي انا بقى بس نيجي في الامتحان ولو مش هيجي له بس الامتحان هتحل على اللي هو اول ده اللي هو الاستيس بيس وال الاستيس بيس عندنا مثلا بيقول لك انا عندي مثلا كذا بيقول لك اسم الفايل كنترول سيستم هو ده كده عندي في بقى بيبقى لي السيستم
our reference setting is desired. What must the game give you? اللي هي الاي في الاس دوين. ايوه طيب كان بيساوي الار اس ناقص الترانسفير فانكشن سي اس. لا ما السي اس لو السي اس بواحد لو قصدي ال اتش اس بواحد. انا كنت فاكر الكلام ده هات طلع طلع لسه اقول اس في اي اس سي اس في حالة لو ال اتش اس بواحد انما انا عندي اتش اس موجود اتربع في اتش اس اللي هي واحد على واحد زائد اتنين اس اللوج ديجرام. اللوج بالنسبه لي عبر لي عنه
مش جي او في اس بقى هي ترانسفير فانكشن. هي ترانسفير فانكشن كلها اختصار البلوك ده البلوك ده كله المكان ده كله اللي هو الاثنين دول موجودين في بعض كان عندي ال سي او اس هتساوي ايه على هي كانت على طول بتسميها ان هي الاوبن لوب انما الكلوز لوب على بعضها كلها دي ترانسفورمر المسمى بس عشان اختلف انا بالنسبه لي كده سي اوف اس اقعد بالسي اوف اس هنا الجزئيه دي هيبقى عندي ان الاي اوف اس عباره عن الار اس كل اس وتحط مكان ايه؟ صفر هيبقى لي صفر يبقى لي صفر يبقى دول كده واحد يبقى كي على واحد زي كي واحد
كي على 1 زائد كي يساوي 1 ناقص هيبقى ايه؟ 1 زائد كي ناقص كي على يبقى 1 ناقص كي على 1 كي الكلام ده المفروض ما بيساوي 1 ناقص مع فرض ان الار اف اس بنت استوى هتبدا تختصر هتفك الكلام ده هيبقى عندي ادي 1 زائد كي ناقص كي على 1 زائد كي الكلام ده بيساوي 1 من 10 الكي دي مع الكي دي هتفضل عندي لكن احنا خلصنا النهارده وان شاء الله الاسبوع الجاي نكمل.